الازرق الملعب نادي الوسط طلع عليه الملعب ملعب لاعب نادي الوصل ومنتخب الامارات سابقا صار له فتره مسار سابقا يعني مستواه داون صحيح. لازم نقول سابقا عشان يرد مستواه لازم يلعب زين في النادي. مباراه النصر 6 مره لا صعب تكون ستة. بس بتخسرون. لا. هاي هاي لا شيء اسمه خسارة. الطريق إن شاء الله الواحد يشيل حيلة وبروحنا عندنا ضغوطات كم مباراة خسرانين. إن شاء الله الشباب إن شاء الله نفسيتهم طالع شوي تعدلت. إن شاء الله يزودون وين إن شاء الله. ليش النفسية تعبانة كانت؟ شيء أصلكم؟ لا ما في يعني شيء. كنا لعيبة شوية. كنا نزلنا روسنا أول بداية. بس إن شاء الله حيل. حد الوضع إن شاء الله ويكون اللعيبة أحسن. محمد ما ترمسون يا بعض ما تعرفون اللعيب ما يعرفون شو نادي الوصل ما يعرفون قيمة النادي ما يعرفون شو النادي اللي يلعبون فيه ما عندهم مسؤولية بهالنادي لا العكس يعني اللعيبة عندهم مسؤولية وطالعون يعني يلعبون روح ما في أي شيء قاصر طالع شو موضوع اللعيبة إن شاء الله طالع أنتوا ما تجلسون لعيبة يا بعض تتكلمون عن الخسائر الأخيرة دون النيسي بعض تكلمون مع بعض زي ما انتم نتائج على الملعب دون النيسي بعض نيس داخل الغرف بس آخر مرة يعني عندنا مباراة الوحدة لفنا تقريبا أمس لفنا اللعيبة النادي ايه لفنا تقريبا من ساعة صعب طالع أغلاط انتوا اللعيبة رواحكم ولا هي الإدارة؟ لا اللعيبة كلهم روحنا وطالع الأغلاط وواحد من قبل الفريق الحين؟ هنا عندك ليفيرا ليفيرا وحيد تتوقع انه يفوز على النصر؟ اوكي كمان تتوقع النصر تتوقع النصر يفوز على النصر؟ والله شوف النصر فريقه ما شاء الله السنة فريق جيد ما بستهين فيه احسن ما بستهين فيه وان شاء الله يعني تخيل ابو جمال انت الوصل اكثر من 5 مواسم اعتقد ما فزت على النصر يعني انا اقول لك ملعب مترامي فازوا عليك على ملعب ترى انا بس اقول لك كان مباراه ان شاء الله ان شاء الله الواحد ما يخاف من شيء ثاني يخاف من اللعيب ان شاء الله اللعيبه يبيضون ان شاء الله زي ما ترمسون في الملعب ما تحمسون بعض يوم المباريات المباراه بتكون اساسي هالمباراه ان شاء الله ما عندكم حد ناقص يا ريال ناقص ولا مو ناقص انا دايج لو كامل انت عندك لا انا اساسي احتياط وبيها امشي امشي الفوز بيبين في الملعب ان شاء الله الفوز ميدان يا حميد شكرا ابو جمال يعطيك الف عافيه انت لونك في الذهب لا ما يعلى عليك انت سعيد انت بس سجل اول جول في الدوري في نادي كليديس متأملين خير فيك الجمهور والله سؤال اكيد الكل يعني يفكر فيها الحين وانا بعد نفس الشيء افكر فيه اتمنى ان انا قبل ما افكر في ان انا اسجل في الدوري اتمنى ان الفريق اول شيء يرد ان شاء الله نرد نحقق اول 3 نقاط انا قبل ما اني انا اكون سجلت هالموسم للحين بعد ما فزت مع الفريق اتمنى اول شيء ان نحن نفوز عقب ان شاء الله بتي الاهداف معلومه سعيد سجل عنده جولين في الوصل في كاس اتصالات على فريق النصر ايه سجل في مسابقه ثانيه بس ما سجل في المسابقه الام اللي هي دوري الخليج العربي فعشان كذي احنا سالناها السؤال سعيد كون هداف كل الجمهور الوصلاوي يطمح ان سعيد يسجل وان الوصل يفوز تتوقع شو الوصل بيفوز هالمباراه بيتعادل بيطلع عنه انت تعرف ان الوصل في خطر والله هالشيء نعرفه والكل حاس فيه والكل اللعيبه عارفين الموضوع هذا بس انا اتوقع يعني صراحه ان المباراه الجايه هاي بتكون مصلحه ليش على اي اساس عندك هالاحساس او بنيت هالتوقع سعيد والله شوف لان الوضع الايام اللي طافت مع الضغوطات وهذا اليوم وصلنا لمرحله صدق يعني المباراه الجايه اتوقع انها يعني محل يعني اخير يعني انا قلت الفرصه الاخيره ان شاء الله في الفرصه هذه اتوقع لعيبه يكونون جاهزين
ما في غير ما في قدامنا غير الفوز. واذا ما فزت؟ ما في الكوره فوز وخساره، لكن انت لازم تجتهد وتسعى للفوز. ترى الوصل ما يتحمل. والله شيء اكيد ولا نحب ان نتحمل، لكن ذكرت شيء. ذكرت شيء طلع معلوم. جمهوركم، جمهوركم ها انتم وياه الوصلاويه بيكون موجود في الملعب بعد النتائج الاخيره السلبيه؟ والله اعتقد السؤال هذا لازم توجهه لسعيد. ها سعيد. والله الجمهور موجود، الجمهور هو موجود في كل الحالات، حتى احيانا في التمرين يكون موجود. مطالبين ان احنا نفوز اساس ان شاء الله بعد نكون عند حسن ظنهم. بس مباراه النصر جماهيريه سعيد، انت وانت مهاجم. اول ديربي. ايه فاول ديربي وياك، تبغي شو تحب تقول حق جمهور الوصل؟ والله جمهور الوصل مو مقصر، واكيد هاي المباراه انا متاكد 100% ان شاء الله انه بيكون موجود، وان شاء الله نحن من اللعيبه كلنا ما بنقصر وبنبيض الوجه ان شاء الله. اوليفيرا، اوليفيرا بسالك عنه قبل ما نسوي له لقاء. متى بيرجع اوليفيرا؟ ولا جمهور الوصل عندهم عتب على اوليفيرا، اوليفيرا وياخذ تمارين يؤدي كل شيء بس المباريات. والله اوليفيرا متعاني يعني لاعب كبير وصعب انك تقول مثلا لاعب مثلا فريق بشكل عام كله مش في الفورم، بس اتوقع ان مع مرور الوقت ان شاء الله تعاون اللعيبه كلنا وياه والكل يتعاون، يعني مش لاعب او لاعبين، الفريق كله لازم يشد حيله ان شاء الله بنحقق الفوز. بتكون اساسي سعيد؟ والله هي عاد ما ادري، الأهم شيء الفوز. أهم شيء الفوز؟ أكيد. الله يوفقك. الله يسلمك. مشكور. وأنت جمهور كبير يا إمبراطور المحلي، وأنت جمهور. الآن 102 من الأيام وأنت لم تسجل أي هدف، فقط سجلت في الأسبوع الماضي. أنا لا تعجبني هذه الوضعية بالنسبة لي، واجهت هذه الظروف عدة مرات في حياتي في البرازيل، في أوروبا، وهنا في الإمارات. المهم هو ألا نرمي المنديل، ويجب العمل الجدي والثقة بالنفس. هذا الشيء الذي لن أتنازل عنه طوال حياتي. أنا لدي الثقة في نفسي وفي زملائي بالفريق. سنواصل العمل على أمل كسر سوء الطالع الذي أتعبنا كثيراً والذي يرافقنا وأثر على معنويات الجماهير والنادي ككل. نحن نعلم أننا لسنا في وضعية جيدة، لكن سنواصل العمل بكل كد. We can do is work hard and believe in ourselves that we can change. وانت عالي مستوى شيخنا حمدان عندك وأحمد وماجد معاك. I think أنا كنت مهاجم رأس حربة، وهناك فرق كبير بيني وبينك، فأنت كنت دولياً في أقوى منتخبات العالم البرازيل. نعم لعبت في السيليساو. أعتقد أنه إذا سجلت في هذا الديربي ستعطي حافز للاعبين، لكن إذا لم تحرز أهداف ستزيد من الضغوطات على زملائك في الفريق. يعني أنه يجب عليك أن تسجل. I mean you have to score. You know, I think أنا أفكر في هذا الشيء في كل مباراة، وكذلك في هذه المباراة يجب أن أسجل، لكن أحياناً نبذل قصارى جهودنا ولا يكون ذلك كافياً. اليوم أنا أبذل ما بوسعي ولم أتوصل لتسجيل أهداف، لكن إن شاء الله أسجل في المباراة المقبلة وسننهض بنتائج الفريق. أعتقد أنه بالإمكان أن نفعل أفضل من النتائج الحالية. أنا أسعى للتسجيل، لكن المهم الفريق يفوز، لا يهم إذا سجلت أم لا. هذه مباراة ديربي، والوصل في الذهاب خسر 6-1، والنتيجة كانت صدمة كبيرة للجمهور. النتيجة دخلت التاريخ، ولا يجب أن نعتني كثيرا بالماضي، يجب أن ننظر للأمام. الآن لدينا حظوظ وافرة وسنبذل قصارى جهودنا. ماذا تعتقد بخصوص النتيجة؟ أريد الفوز. لا أعرف ما الذي سيحدث على الميدان، لكن سنلعب من أجل الفوز لأننا في حاجة للنقاط الثلاث، وأعتقد أننا نستحق ذلك كفريق. هل ستسجل أهدافاً؟ سأبذل قصارى جهدي. عندما أنزل الميدان لا أفكر إلا في تسجيل الأهداف. حظ سعيد أوليفيرا. شكراً لكم. شكراً. معنا طبعا احد لاعبي فريق الوصل السابقين واحد ابناء هذا النادي والمدرب اللي خاض تجارب كثيره في المراحل السنيه حتى وصل
مساعدا للفريق الاول والان يستلم التدريب في الفريق الاول. كابتن سليم يعطيك العافيه. كابتن انت استلمت الفريق الاول كمدرب فتره، بعدين يا كوبر رحت مساعد، بعدين استلمت بعد مره ثانيه رجعت الفريق الاول صح؟ يعني انت اكثر واحد عشت مع الفريق هالسنه تقريبا. شو مشكله الفريق بشكل عام على المستوى الفني كابتن سليم؟ سؤال عام يعني وجاوبته طويله. لا مو محرج، لا لا انا اقول لك باختصر لك الفريق. اذا عندي شيء فني كنت بقول لهم داخل، انا دائما اقول لهم داخل زين بشكل عام يعني ما اقدر انا اقول شيء فني برا. زين بشكل عام سليم شو مشكله الفريق؟ يعني الفريق اليوم 21 نقطه صح؟ نعم. يعني 21 نقطه كابتن، شوف حتى الزهير مسكين ضايق، يعني ضايق من وضع الفريق وراح. والله كنا مضايق، انا اول واحد مضايق كنت وياهم من بدايه الموسم للحين، انا اكثر واحد مضايق. لكن الشيء الوحيد اللي يقدر يرد الفريق بالنسبه لي هو الشغل والقتال وقت المباراه. القتال والفوز هو احسن علاج حق هاي المشكله. الحين الظروف جت انك انت في وضع مش جيد في الدوري، وتلعب مع خصمك التقليدي، خلينا نقول الغريم التقليدي النصر، والنصر يعني يعيش فتره زينه في الموسم هذا. والله الناس تقول النصر عايش الحين فتره زينه، بس المباريات خاصه مباريات الدربيات ما في فريق. هي حاله اليوم نفسه، يوم المباراه حاله المباراه هي اللي راح تفرق يعني، بس حاله اليوم نفسه. لكن في الفريق الاول الفريق ما في فرق هاليوم، لا هاليوم غير، ما غير يختلف غير، ما في حسابات، لا ما في توقعات، في حاله الفريق في نفس اليوم. تحس عليك ضغوط من برا وايد سليم؟ أكيد. وين الضغوط تجيك من برا؟ والله من كل مكان، حتى من بيتك في كل مكان. تبغى الصراحة في كل مكان يعني، وين ما أروح ليش الوصل ليش الوصل ليش الوصل ليش الوصل. لكن أفضل حل يعني الحين الشل هب ضغوط، قلت لك فوز واحد وأفضل حل للناس كلها لازم يكونون هنا في النادي. مو كل حد يقدر يتكلم ينتقد ويتكلم وفي تويتر وفي ما ادري وين، لكن ترى وقت الشده يتبين عند الرجال. ها وقت الثاني لازم هم يتواجدون، احنا ما نقدر نغير شيء، انا ما اقدر اغير شيء، انا مو بساحر، انا نفس الفريق نفس المجموعه. اللهم اني متاكد ان راح نلعب بروح قتاليه. والمشكلة سليم انت مدرب، مش يعني مش مدرب اي فريق، انت مدرب فريق اكبر قاعدة جماهيرية يعني. فمتى يكون وقت وقت الشدة؟ الحين وقتنا. محمد شو رايك بزيارة فريقك؟ والله قالوا اللعيبه ان الفريق مركز ومتحمس، سمعنا هالكلام وايد. الميدان يا حميدان، الميدان يا حميدان، هذا الجول وهذا الجول وهذا الملعب راح يشهد الديربي القادم بين الوصل والنصر يوم السبت، وراح نشوف منو راح يفوز.